بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنكمل بقى الجزء اللي احنا ما شرحناه المره اللي فاتت، بس هنرجع تاني للعناصر الالكترونيه. هناخد النهارده الملفات الاندكتورز. يعني ايه ملف وبيستخدم في ايه؟ عندي حتة سلك عادية خالص، سلك خلاص. السلك ده لما يمر في التيار هيخترق الايه؟ المقطع بتاعه. يعني السلك موصل جيد للطريق الكهربي. طيب السلك ده لو انا لفيته، في قاعدة بتقول ان لو عندك سلك مر فيه تيار هيولد ايه؟ تشفي العلوم ولا ايه؟ تولد مجال مغناطيس. تمام؟ طب انا جبت السلك ده ولفيته، مررت فيه تيار، ايه اللي هيحصل؟ التيار هيمر في الايه؟ في السلك. هيخرج من الناحيه دي. طيب التيار لما يمر في السلك هيولد مجال مغناطيسي. رسم مين عبده؟ تمام. طيب احنا عارفين قاعده برضو ان المجال المغناطيسي، يعني اللفه ديت، اللفه ده ايه؟ هتولد مجال، واللفه الثانيه هتولد ايه؟ مجال برضو، واللفه الثالثه هتولد ايه؟ مجال، واللفه الرابعه هتولد ايه؟ مجال، وهكذا. طيب ما انت لو عندك مجال مغناطيسي وفي مجال قطعه او سلك قطع المجال، ايه اللي هيحصل؟ هيولد التيار. تغطي حاجات قبل كده. طفي العلوم يعني المفروض. فهيولد ايه؟ هيولد جهد، فرق جهد. فرق الجهد ده هيعمل ايه؟ هيعاكس التيار اللي ماشي. هيعاكس التيار الايه؟ اللي ماشي. طيب يبقى استخدام الاندكتور، انا هتكلم هنا عن اليوزز. خلاص لسه هقول التعريف بتاع الاندكتور. الاندكتور بيستخدم في ايه؟ اليوزز استخدامه بقى استخدم ان هو بيمنع التغير المفاجئ للايه؟ للتيار. يمنع التغير المفاجئ للايه؟ للتيار. بريفنت ذا سادنلي تشينج اوف كارنت. زي ما اتكلمنا على المكثف، المكثف بيستخدم انه بيمنع التغير المفاجئ في الايه؟ في الجهد. شفنا الكلام ده؟ قلناه ولا ما قلناهوش؟ قلناه. فاهمين الرسمه ديت ولا اقولها تاني؟ طيب ايه هو بقى الاندكتور؟ الاندكتور ده عنصر الكتروني يستخدم في تخزين الطاقه الايه؟ المغناطيسيه. خلاص؟ هيز ان الكترونيك component store magnetic charge او magnetic field. خلاص نقول magnetic field. وقلنا المكثف بيعمل ايه؟ store electrical ايه؟ charge، خزن الشحنه الايه؟ الكهربائيه. ده نفس الكلام. مع الفرق طبعا، يعني المكثف عباره عن خزان بيعمل ايه؟ يخزن الشحنه الكهربائيه. انما هل ده ممكن اعامله معامله المكثف يعتبر خزان وبيخزن المجال المغناطيسي؟ لا.
اللي بيحصل التيار بيخش يعدي في لفات الملف خلاص. لفات الملف ديت بتولد مجال، المجال ده بيقطع السلك بيقول للتيار ايه مضاد للتيار الرئيسي، فبيعكس مين؟ التيار الرئيسي يقعد يزق في مين؟ في التيار الايه؟ الرئيسي. زقته في التيار الرئيسي ديت ايه اللي بيحصل؟ بيمنع التغير المفاجئ في الايه؟ في التيار. عشان كده احنا بنستخدم الملف في انه بيعمل ايه؟ بيخنق التيار، بنقول عليه حاجه اسمها تشوك كويل. لو جبت اي باور سبلاي هتلاقي في ملف كده في بدايه الباور سبلاي ملفوف، ده بيعمل ايه؟ بيخنق التيار، اسمه خانق للايه؟ للتيار. قال لها يعني معنى الكلام ده ان انا لو استخدمت ملف مفيش تيار هيمر؟ هيقعد يخنقه؟ لا، الكلام ده بيتم لمده معينه، لفتره معينه، بعد كده ايه اللي بيحصل؟ التيار الرئيسي بيتغلب على مين؟ على التيار المضاد. اتفضل يا باشمهندس. طيب انا كده اتكلمنا، دخلنا على بدانا باليوزس ليه وبدانا بالتعريف ليه عشان نعرف ايه هو الملف. عايزين نفهم يعني حته سلك لو لفيتها بطريقه معينه وحطيت فيها حاجه معينه تعمل ده كله، تعمل ده كله، اتحولت من ان هي اكبر، بقت حاجه اكبر من ان هي ايه؟ مجرد موصل، بوصل الايه؟ التيار. ده باختصار الايه؟ الملف. طب الرمز بتاعه عامل ازاي؟ في عندي كذا رمز ليه بس هما بيشتركوا في فكره واحده. يعني الرمز الاولاني ده ملف عادي خالص بنسميه ايه؟ اير اندكتور، ملف ايه؟ ذو قلب هواء. فان نسوي مثلا بطريقه اوضح، عباره عن سلك كده لفته كده جواها ايه؟ هواء، اير اندكتور. الهواء ده عباره عن ايه؟ الهواء عازل ولا موصل؟ عازل. هو ايه؟ هواء. عشان كده الملف ده قيمته بتبقى ايه؟ قليله. يعني الملف اللي بيبقى جواه هواء بتبقى قيمته ايه؟ قليله. طيب ده اللي هو الايه؟ النوع العادي اللي احنا بنتكلم عنه، اللي هو الملف الايه؟ العادي. طيب في وحده بتحسب الهنا دي. الهنا الوحده بتحسب الايه؟ الملف اسمها ايه؟ هنا ده اسم العالم اللي اكتشف وحده مين؟ الملف. برمز لها بالرمز ايه؟ اتش. برمز لها بالرمز ايه؟ اتش. خلي بالك بقى في وحده كبيره وفي وحدات ايه؟ اصغر، زي ايه؟ المايكرو هنري، النانو هنري، البيكو هنري. تمام؟ تمام. ده النوع الايه؟ العادي. طب في انواع ثانيه؟ في اللي هو الايرون اندكتور. مش عارف ده اسمه ايه؟ الايرون اندكتور. ايه هو الايرون اندكتور؟ ده اللي هو الملف اللي ذو القلب الحديدي، ملف ذو قلب حديد. في ايه؟ حديد. طب ايه اللي يفرق ده عن ده؟ قيمة الهيدر بتاعته بتبقى ايه؟ أعلى. الحديد ده موصل ولا عازل؟ موصل. فبيركز بايه؟ المجال المغناطيسي. تركيز المجال المغناطيسي بيعمل ايه؟ هيولد التيار مضاد للتيار الايه؟ الرئيسي من خلال الجهد اللي بينتج نتيجة قطع ايه؟ لفات الملف للايه؟ للسلك. وبالتالي هيولد ايه؟ تيار مضاد للتيار الايه؟ الرئيسي، وبالتالي قيمه الايه؟ الهيدري هتزيد. واحنا بنقول زي ما قلنا في المكثف ان المكثف ليه ايه؟ سعه اسمها ايه؟ كاباسيتي. كاباسيتنس. نفس الكلام الهيدري ليه ايه؟ اندكتنس. اندكتنس.
ليه ايه اندكتنس معوض. طب في انواع تانية؟ اه في انواع تانية. في نوع ده اسمه ايه؟ فيرايت كور اندكتور، مادة اسمها فيرايت، اعلى بقى من الحديد، اسمها فيرايت كور ايه اندكتور. لا يكفينا الثلاث انواع دول يعني. اهم نوعين اللي هو النوع اللي هو زيوت قلب الهواء واللي ايه الفيرايت. الفيرايت ده بقى ايه؟ بيبقى قيمه الايه اللي بتاعته الاندكتنس بتبقى عاليه، اعلى من الايرون واعلى من الايه من الايه قيمته بتبقى ايه عاليه. طيب احنا اتكلمنا على السيمبل، واتكلمنا على اليوزس، واتكلمنا على الديفينيشن بتاع الاندكتور، واتكلمنا على الانواع اللي هي التايبس، ثلاث ايه انواع. طيب عايزين نشوف التوصيل بتاع ايه الملفات. توصيل الملفات زي المقاومات بالظبط. في حاله السيريز بيبقوا ايه سيريز، وفي حاله البارل بيبقوا ايه بارل. لو عندي ده ال1 وده ال2 وده ال ايه 3، عايز اجيب ال توتال، يبقى اذا ال توتال هيساوي ال1 بلس ال2 بلس ال3. طب حاله البارل ده ال1 ال2 ال3 هيبقى 1 على ال توتال هيساوي 1 على ال1 1 اوفر ال2 1 اوفر ال3. الوحده هنا ايه؟ هنري. الوحده هنا ايه؟ هنري. طيب في معادله بتحسب الاندكتنس. ايوه في معادله بتحسب الايه الاندكتنس. بتقول ايه المعادله دي بقى؟ خلي بالك ان احنا في ممكن تقسيم الملفات على حسب الترددات، بس مش عايزين نخش فيها دلوقتي. يعني الملفات برضه تهتم بموضوع الايه الترددات، زي ما اتكلمنا على المكثفات وقلنا السلوك المكثف في حاله الايه الاي سي وفي حاله الايه الدي سي. الدي سي بيعمل كذا والاي سي بيعمل ايه بيعمل كذا، الكلام ده قلناه قبل كده. عايز احسب ال ال هيساوي 2 باي اف ال، طبعا دي ايه الاكس ال قيمه المعوق الاكس ايه ال 2 باي اف ايه ال. الاف ده اللي هو الايه التردد الفريكوانسي بالايه بالهرتز، والال الايه الاندكتنس. ده لو عايز اجيب قيمه المعوقه بتاعت الايه الملف. طيب اخر حاجه هنقولها الجزء بتاع الاستخدامات بقى اليوز. اول استخدام قلناه
يمنع التغير المفاجئ للتيار. prevent suddenly change of current. رقم اثنين يستخدم كايه؟ كتشوك كويل. شوك كويل. رقم ثلاثة بيستخدم في دوائر الرنين. دوائر الايه؟ الرنين. تيونينج سيركت. ايه هي دوائر الرنين دي؟ زي ما اتكلمنا في المكثف، عبارة عن مكثف متوصل مع ايه؟ مع ملف على الايه؟ على التوازي. المكثف ده ممكن يبقى متغير، خلاص؟ ما بغير في قيمة المكثف بيحصل ايه؟ بيحصل ان الاكس ال بتساوي الايه؟ الاكس سي. لما الاكس ال بتساوي الاكس سي احنا وصلنا هنا لتردد الايه؟ الرنين اللي هو بنسميه ايه؟ الاف تيوننج او الاف ايه؟ الاف نود. الكلام ده تاخده بالتفصيل بعدين، اللي يهمنا دلوقتي الفكره. نعرف يعني ايه؟ ملف، خلاص؟ ده كان كل حاجه باختصار ايه خاصه بالايه؟ بموضوع الايه؟ الاندكتور او الايه؟ الملفات، من حيث الاستخدامات، من حيث الوحدات، من حيث التوصيل، من حيث التعريف الخاص بالايه؟ بالملفات. تمام؟ ماشي.